محمد العجمي رئيس منظمة صوت الوطن لحقوق الإنسان. جاي النهارده تعمل ايه؟ بقدم ورق المتابعة عشان اتابع لانتخابات الرئاسة. تبع الجهة الصوت الوطن لحقوق الإنسان. يعني حوالي 5 محافظات. في ورق معين، في حاجات معينة. هو احنا كنا بنقدم العادي يعني بتاعنا اللي هو الإشهار والكلام ده، لكن المرة دي طلبوا مننا كانت شروطه مقحفة شوية يعني. اللي هي لازم جواب من الشؤون انت تابع ليها، ولازم جواب انك انت نتيجة ورقك يكون مرضي ليهم، ولازم هم يعني حاطولنا قيد بالنسبة للشؤون يعني. ليه بتطلب الورق ده او ليه عايزين حاجة ليها؟ والله هو لسه انا لسه ما تبقى لسه اللجنة، بس يعني هم بس الشروط اللي بعتوها عشان ناخد الجواب من الشؤون، هم ربطونا بالشؤون، احنا مشهرين كل حاجه وبنقدم ورقنا عادي، لكن ورق لازم الشؤون هي اللي تديك الجواب، ويكون من الوزاره لفونا لفه جامده قوي، ما بنعملهاش كل مره يعني. مش لا 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 خالص. ايه الاجراءات اللي قالوك عليها من ناحيه الاوراق لازم يفتشوا عليك مالي واداري، ويكون النتيجه مرضيه، وانا حتى يعني حتى الوقت ضيق يعني، في جمعيات ومنظمات ما كانش عندهم الكفايه ان هم يرتبوا ورقهم، فضغطونا وحطونا تحت رحمتهم.